أهلا بكم إلى الموجز الاقتصادي من قناة الرافدين. أقر وزير المالية في العراق محمد علاوي بأن الأموال المنهوبة عبر الأنظمة السياسية في البلاد تبلغ 150 مليار دولار، مبينا أن ديون العراق الخارجية تبلغ 60 مليار دولار. وأضاف علاوي أن السعر الحالي للدينار العراقي أمام الدولار بعد خفض قيمته سيستمر لفترة طويلة، مستدركا بالقول أنه قد يحدث تعويم كامل للدينار العراقي بحسب تعبيره. قالت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية أن استمرار اعتماد سعر 1450 دينار مقابل الدولار الواحد سيعرض السوق إلى انتكاسة كبيرة بسبب فقدان ثقة المستهلك. وأوضحت اللجنة أن الأيام المقبلة ستشهد ارتفاع سعر صرف الدولار إلى 1600 دينار مقابل الدولار الواحد في حال ذهاب السلطات للتصرف بالاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية، مؤكدة أن الدينار العراقي سيفقد الكثير من قيمته في حال الإصرار على اعتماد سعر الصرف الحالي الذي وضعته الحكومة في قانون الموازنة المالية للعام الحالي. في محافظة نينوى توقفت مصفاة القيارة النفطية جنوبية الموصل عن العمل بسبب امتلاء الخزانات، وأكد مسؤولون في المصفاة أن ما ينتج يتم توريده لشركة المنتجات النفطية التي توقفت عن سحب وتصريف الإنتاج، مشيرين إلى عدم معرفتهم بسبب توقف شركة المنتجات عن تصريف الإنتاج، لافتين إلى أن المصفاة كانت تنتج يوميا نحو 250 طنا من الإسفلت و100 متر مكعب من زيت الغاز الثقيل و65 مترا مكعبا من زيت الخليط. أفادت وكالة رويترز بأن السعودية مستعدة لدعم تمديد تخفيضات النفط التي تنفذها منظمة أوبك وحلفاؤها لتشمل شهري آيار وحزيران المقبلين. ونقلت رويترز عن مصادر مطلعة أن السعودية حريصة على تمديد تخفيضات الإنتاج، مبينة أن الجهات المعنية لا تريد منع أسعار النفط من الهبوط ولا ترى أن الطلب على النفط قوي لدرجة كافية حتى الآن. قالت وكالة فيتش الأمريكية للتصنيف الانتمائي أنه من المرجح أن تتسبب حادثة إغلاق قناة السويس بحدوث خسائر كبيرة لشركات التأمين العالمية. وأضافت الوكالة أن الحادثة ستقلل من أرباح شركات التأمين، في حين أن أسعار إعادة التأمين البحري سترتفع أكثر نتيجة لجنوح سفينة الحاويات في القناة، إضافة إلى تكلفة تزيد عن مليار دولار مرتبطة بعملية الإنقاذ. وقدرت مصادر أمريكية أن تفوق خسائر شركات التأمين 3 مليارات دولار. ويذكر أن تكاليف التأمين تشمل تأمين بدن السفن والبضائع وتأخر وصول السلع إلى المحطة النهائية وتكاليف الإنقاذ التي تتحملها شركات التأمين. ختام الموجز، إلى اللقاء.